السلام عليكم خوتي، السلام لكم، تحياتي لكم في كل مكان. أصبحنا وأصبح الملك لله. خوتي والله نصايح قدمتها منذ سنوات، لكن شبابنا اليوم ما يسمعش ويروح يغامر بحياته ويخلي والديه والناس محتارين عليه. صراحة دول كما دول جنوب شرق آسيا، اندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، فيتنام إلى آخره، حتى سنغافورة متطورة لكن صعيبة المعيشة فيها كأنك سجين. ومتكلم اليوم على اندونيسيا. اندونيسيا هذه اللي صرات مقبل واحد جزائري حصل فما وبهبطناه مشكلة، وكاين واحد آخر ثاني مغربي نفس حكاية، وكاين قصص وقصص. واليوم كاين واحد الآخ جزائري صراحة في اندونيسيا، أو حاصل جماعة خلصوا له الهوتيل 5 أيام 6 أيام، والمشكلة تما كي تحرق الفيزا يحسبوك بروسي مليون للنهار، مليون روبية لبلادهم، مليون تاع درهم اندونيسيا. علاش يا اخي تغامر بحياتك وتخلي الناس محيرين عليك؟ هذو الدول اخطيك منهم، روح تحوسهم كسائح بدراهمك وجوازك بالك. بصح ماشي اسهل شيء تخرج من الجزائر، على الاقل في الجزائر عندك اهلك، عندك والديك، ماكل باطل ودافي وراقد عند والديك، خير ما تغامر بحياتك مستقبل مجهول، مصير مجهول. هذه انا نقولها لك يا خوتي نصيحه لله. الناس كي تروح تحوس الناس اللي عندها الجنسيه ولا عندها جواز تاعها والله يحوسوا. اما انت باه تروح تنتقم حياتك وتروح لاندونيسيا ولا ماليزيا ولا تايلاند ولا الفلبين، ما درنا والو. حتى سنغافوره صعيبه في المعيشه خوتي، حتى سنغافوره حتى تزوج راك صعيب عليك، باه تهبط البلاد لازمك دراهم كبار، والطياره بعيده 19 ساعه يعني في الطياره. فهمتوا خوتي؟ ماذا بينا هذه النصيحه يتقبلوها خوتنا، ما تغامرش بحياتك. ومعايا خويا رضوان، بالك يمدكم توضيحات اكثر. خويا رضوان. السلام عليكم امي صالح. السلام عليكم اخويا امي صالح. انا واش نقول خويا دكتور، اسمع عندك تجربه على الميدان هذا؟ الحمد لله خويا عزيز. اسمع امي صالح، راك رحت البلدان هذا واك شتم وذاك، انا غير كي سمعت برك قلت لي والله هو دخت يا عمي صالح، دخت في براسو دخت. المشكله وراه يا رضوان خويا، ماشي تخرج بعد تخرج كما هذه الدول، عندك فيزا في المطار عطوا 3 شهور، بصح بعد انتهاء الفيزا راك تبقى محبسي، يحسبوك نهار مليون، واذا قبضوك في الحبس اسمع مليون بسوارد مع عمي صالح، بسوارد الاوروبيه تاعي بسوارد مع عمي صالح بمليون ولا بسوارد، ما بعرف قداش بسوارد انا. ايه مش حتى براهو انت ماكش باه تاكل، انت ديجا قلت لهم الناس عاونوه بس يكونوا 5 أيام، سما شهرين 5 أيام كيفاه؟ عنده شهرين وحارق، هذه شهرين. انا نصيحتي ليك روح لماليزيا، اي واحد يروح لماليزيا راح تروح، ماشي حاب نذكر اسمك انايا، روح تروح لوالديك. بارك الله فيك، هذاك هو عمي صالح. هذا ما يدير، انا نصحكم من قلب القلب خوتي، ما اناش فهمتوا. انا نصيحه لي وجهي لها كيما قال لك عمي صالح، سما انسان وعلى باله واش كاين وعلى باله الدنيا هذه، وقاري الدنيا مليح وعلى باله واش كاين. قال لك روح تروح شوف بلاد كيفاش. على الاقل اوروبا اخي، اوروبا ارحم. يرحم والديك، اوروبا ديما احنا عندنا 4 فصول وماهيش فارية، وما بالك عام 12 سخون الحال وزيد كلش غالي، حياة ماشي حياة بشر، ماهوش كيما ماكش متعقل. ما تهضر لا لغة لا حرفة لا دراهم، وبعد تولي تحصل تبات برا، ما درنا والو خويا العزيز. تنتقم روحك يا اسمع اخويا، اسمع الكلام اللي يبكيك ماشي اللي يضحكك. فهمت خويا العزيز؟ انا خويا انا ما نكذبش عليك، عندي خبره، لا انا 15 سنه وانا لا انا في اوروبا، هذه لا اله الا الله محمد رسول الله. سما لو كان تجي لهنا اسبانيا تجي اسهل. بارك الله فيك، على الاقل تلقى خوتك. البلاصه ما فيها حتىش خوتك، الناس ما كاش تما في اندونيسيا قلال، يروحوا خدامين اللي عنده دبلوم قاري. ما يلقاش قاعد عمي صالح، ما هوش فارغ شغل عمي صالح. الناس قليله، يرحم والديك. المهم خوتي كما قال خونا رضوان، هذه نصيحه من القلب للقلب. الناس اللي يحبوا يغامروا ويروحوا للدول الجنوب شرق اسيا، ما درنا والو. لا ما عنده ما يدير عمي صالح، انا اللي ما جنوب اسيا، يعني اسيا ما عندك ما تدير بها عمي صالح. ترى تحوس، ما عندك ما تدير بها. عندك درام تحوس تشوف تكتشف. اي لازم عمي صالح، ما درنا والو تما خوتي. لازم عمي صالح كيما قلت انت، لازم على الاقل يجي غير اوروبا يلقى روحه شويه، سما مع اللغه، سما قريبه مع سما، تلقى كيما نقولوا الناس تعاونك مهما كان، تلقى الناس تعاونك. انت رايح لقاره اخرى في جهه اخرى، لا لغه لا والو، اللي في بلاد اخرى
في منهج واحد منهج اخر ماكش منهج تاعك مش قراب ليك ماكش راح تفهم ماكش راح يعني كلمش عليك عمي صالح هذا وغالط 100% ماشي غير هو كاين شباب غالط غرر بهم ساك ما يعرفوش غالط 100% الله يهدينا فوس فاي يهدينا فوس هذا ان شاء الله يروح غانم سالم لوالديه انا نطلب له ان شاء الله يروح غانم سالم لوالديه يفرحوا به خير ما يريح ثم انا تبالي ما تجيبكش تعاليك الريح نزيدك شي ما يكون شي ما يكون قد ما راح تجي تريح قد ما راح تجي تصعب الامور انا واش نقول لك غير اخرج انا واش نقول خويا يخرج الانسان هذا ربما يشوف الفيديو هذا غير يزرب يخرج ما يقعدش قد ما راك راح تجي تقعد قد ما راح يزيد يتوارى عليك وتزيد تولي في امور اخرى تمرض نفسيا قادر تمرض قادر يمرض على صح يرموك قادر يمرض على صح يدفنوك برمي اي ما تريش اي ما باش قاعد في ديرك تما خالي عزيز مخالطه ما تخالطش انا واش نشوف خويا هذا العبد هذا اللي راهو هي في البلاد هذه اللي راهو فيها ما يخالطش لازم يزرب يخرج يروح للقنصليه يروح للسفاره يروح البلاد البراس هذه لقاها قريبه ليه باش يعاونوه حق شهرين دوك على بالك تما شهرين مليون نهار ما مخاوتين هذا هو ما نقول لكم خوتي السلام عليكم تحياتي لكم السلام عليكم وربي يهنيكم وبارك الله فيكم ويرحم والديك عمي صالح والدينا والديك ربي يحفظكم خوتي والسلام عليكم خوتي نصايح من القلب وقلب اللي عنده قلب ويسمع لها اللي ما عندوش يسمع ينتقم روحه راه له غير روحه سلام سلام.